ان اشهر مصففه شعر موجوده في العالم وليها خبره 13 سنه بتشتغل في اكبر صالونات التجميل اللي موجوده في نيويورك. رحنا قلنا لها ايه افضل حاجه تطول الشعر وتقله وتكثفه وتقلل التساقط وتقلل القشره وتغير الشعر كله بالكامل. قلنا لها مش عايزين زيت، مش عايزين كريم، مش عايزين اقراص، مش عايزين اي حاجه، عايزين حاجه بسيطه وتساعدني بسرعه ان انا اطول شعري. وبالفعل اخذنا منها الخلطه السريه والوصفه اللي هي بتقولها للزباين، حاجة بسيطة جدا موجودة في كل بيت، مش مكلفة تماما، هتعرفوا بعد شوية. هل بعد ما اخدنا منها الوصفة وعرفنا ايه الحاجة دي سكتنا؟ لا اطلاقا، رحنا دورنا هل الموضوع ده فعلا بيساعد في تطويل الشعر. لقينا ان العنصر اللي هي كلمتنا عنه حاجة من اقوى العناصر اللي احنا للأسف مش بنتكلم عنها خالص، بالرغم من تأثيرها الغير طبيعي على تطويل الشعر وكثافته، البشرة، الجلد، الاظافر، كل حاجة بتتغير بمكون واحد بس وبأرخص سعر ممكن تتخيليه. في حلقة النهاردة جبت لكم العنصر اللي هي اتكلمت عنه، وجبت لكم افضل طريقتين ممكن نستخدمه بيهم علشان ناخد افضل فايدة. علشان كده لو عندك اي مشكلة في الشعر وزهقتي من كل الحاجات اللي طول الوقت بنتكلم عنها، ورقة وقلم وسجلي معايا وخليكم معايا، لانها تكون حلقة مهمة جدا. العنصر اللي هتكلم عنه في حلقة النهاردة هو الجيلاتين. طيب هو ايه فايدة الجيلاتين للشعر؟ الجيلاتين بيتكون بالكامل تقريبا من البروتين، وهو ده نفس المكون اللي بيتكون منه الشعر. ده غير ان في عدد كبير جدا من الاحماض الامينية الفريدة اللي ليها تأثير مباشر جدا في اصلاح واستعادة شعرك وبشرتك واظافرك. طيب خلينا برضو نعرف ايه هو الجيلاتين وايه الخصائص بتاعته. الجيلاتين هو عبارة عن بروتين سهل الهضم، مشتق اصلا من بروتين الكولاجين. اما بالنسبة لمصادره بتكون من جلود او عظام الحيوانات، وكمان ممكن نقدر ناخده من السمك. وعلشان كده لما بتبدأ تضيف الجيلاتين للنظام بتاعك، وهقولك ازاي، بتلاقي ان الشعر بتاعك بقى اكتر نمو واكتر كثافة والتساقط قل، وحتى الشعرية نفسها السماكة بتاعتها زادت. طيب هل انا علشان اعمل الجيلاتين لشعري وابدأ استخدمه هضطر اعمل شوربة واعمل الحوارات دي كلها؟ لا خالص، احنا هنجيب الجيلاتين البقري من عند اي عطار. اهم حاجة انك تكون يعني واثقة في حاجة الشخص اللي هتشتري منه الجيلاتين البقري، وعايزين جيلاتين بقري مش عايزين جيلاتين نباتي. في دراسة اتعملت على مجموعة من الاشخاص لمدة 50 اسبوع، جابوا عدد من الاشخاص وقسموهم نصين. النص الاول خلوه ياخد جيلاتين كل يوم، النص التاني ادولهم ادوية من الادوية اللي بتغذي الشعر وبتطوله وبتمنع التساقط. المجموعة دي كانت بتعاني من تساقط الشعر الشديد، وبرضو بتعاني من داء الثعلبة. بعد ما عدى 50 اسبوع لقيوا انه النص الاول اللي اخدوا الجيلاتين زاد النمو بتاع الشعر بتاعهم 29%، اما النص التاني اللي اخد ادوية زاد بس النمو بتاعهم 10%. ده غير ان كتلة الشعر نفسها زادت في المجموعة اللي اخدت الجيلاتين 40%، اما المجموعة اللي اخدت الادوية العادية زادت برضو 10% بس. طيب ازاي هستخدم الجيلاتين في النظام بتاعنا؟ اول حاجة بنروح عند العطار وبنجيب الجيلاتين البقري. خدوا بالكم انا عايزة البقري مش عايزة النباتي. النباتي نسبة السكر بتاعه بيبقى اكتر بكتير من الفوايد اللي بتبقى موجودة فيه، فتروحي تجيبي جيلاتين بقري. بتاخديه البيت بعدين وبتضربيه كويس قوي في الخلاط، او تحاولي تطحنيه لغاية لما يبقى كده حبيبات صغيرة اشبه بحبيبات الملح. بعد ما طحنا الجيلاتين عندك طريقتين هنستخدمه بيهم. الطريقة الاولى ان احنا هنتناوله عن طريق الفم. هتجيبي ملعقة جيلاتين كبيرة بتعادل تقريبا من 10 ل 14 جرام من الجيلاتين، وبعدين هتجيبي كوباية مية دافية او اي مشروب دافي انت بتشربيه، وتبدأي تحطي عليه ملعقة الجيلاتين وتقلبيهم كويس لغاية لما يدوب تماما، لانه خدوا بالكم الجيلاتين مش بيمتزج بالمية الباردة، فانا محتاجة مية تكون دافية. وكل يوم الصبح هتشربي كوباية من المية الدافية او المشروب الدافي مضاف اليه ملعقة كبيرة من الجيلاتين، وتفرجي على الفوائد الرهيبة. الشعر بتاعك هتلاقي النمو بدأ يكون سريع جدا، زيادة الشعر كده هتلاقي فيه السمك زاد، الكثافة زادت، والتساقط قل، وحتى الطول بتاعه زاد. اما
الطريقة التانية وهي ان انت ممكن تضيفي الجيلاتين للشامبو او البلسم اللي انت بتستخدميه لشعرك. الوصفة اللي جاية دي بقى ركزي فيها كويس جدا لانك مش هتلاقيها موجودة في اي حتة، الوصفة دي بس هتكون موجودة هنا. اللي احنا محتاجينه ان احنا نجيب الجيلاتين وعايزين كوباية من اللبن الدافي، وهتجيبي اي بلسم بتستخدميه. اول حاجه اللبن هيكون دافي، هتضيفي ليه الجيلاتين وتقلبي كويس جدا لغايه لما يدوب، واستني عليه ربع ساعه. بعد الربع ساعه ضيفي شويه من البلسم حسب طول شعرك وقلبيهم كويس جدا. النتيجه هتبقى كده زي عجينه اشبه بالجل. الخليط ده هتحطيه على شعرك وبعدين هتغطي شعرك كويس جدا وتستني من 30 ل 40 دقيقه، وبعدين هتغسلي شعرك عادي جدا بميه متوسطه، لا هي ساقعه ولا هي سخنه، وبالشامبو عادي، وبعدين هتستني ان هو ينشف. الموضوع ده تكرريه مرة واحدة كل اسبوع وشوفي الفرق الرهيب اللي هيحصل في شعرك. وبكده وصلنا لنهاية الحلقة بمكون واحد بس شعرك هيتغير تماما، مكون يمكن انا ما اتكلمتش عنه قبل كده، لكن الحقيقة لما وجدت قد ايه بيجيب نتائج رهيبة جدا مع الناس ونتائج سريعة قلت لازم اقول لكم عليه، لانه هيفرق جدا في شعركم. لا هو مكلف ولا هو حتى صعب ان انت تجيبيه ولا هو مقرف في الاستخدام، استخدامه بسيط وسهل جدا، مرة مع الغسيل، مرة هتاخديه مع كوباية مية دافية، يعني احنا ما عملناش اي حاجة صعبة اطلاقا. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، واهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.